لان الموضوع في المجال ممكن يجي مثال على ازاي نعمل ده، وهنيجي مثال النهارده برضه على ازاي نعمل ده المجال نصمم ده المجال. انا قلت لكم عايز حاجه ثانيه ثالثه، ونحاول نحط كمان في النقطه الثانيه. تمام، هنبتدي كده مع بعض. ايه هي الديزاين ستابس لما انت تصمم اي ديزاين؟ ايه الخطوات اللي انا لازم اعملها قبل ما اصمم اي ديزاين؟ الخطوه الاولى ان انا اجيب الديزاين كود. الديزاين كود كان صح؟ أكبر منها يساوي 3 إذا أنت بتاع المسمار.
حرك احدى الجنبين الزاويتين. يبقى لما اروح اختار الزاويه بعد كده اخد في دماغي ان انا لازم احقق الزفت السوليشن والكونتراكت السوليشن بغض النظر عن اي شيء وانا بختار ايه؟ الزاويه. بعد كده بنقول بقى عايزين نطلع ابروكس اريا للزاويه. هطلع ابروكس اريا ازاي؟ ببساطه شديده احنا كل اللي بنعمله ايه يا جماعه؟ احنا بنقول ان الاكشوال ستريس لازم يكون اقل اقل او يساوي من الاول ستريس صح؟ موجود كده؟ طيب ما هو الاكشوال ستريس جاي من مين؟ من الديزاين فورس على الاريا افكتيف نت لازم تكون اقل من او يساوي من الاول ستريس. طب انا في المرحله دي اللي انا فيها دي هل انا عندي اي معلومات اقدر اطلع بيها الاريا افكتيف او الاريا نت؟ لا لان لا عندي الزاويه ولا اعرف المسيره ولا اي حاجه. فعشان كده احنا بنقول ايه؟ احنا هنطلع اي ابروكس هتبقى بتساوي تقريبا الديزاين فورس بتاعتنا على الانالو ستريس اللي احنا اتفقنا ان هو 0.5 ايه في ده اللي هو ايه؟ الانالو ستريس بتاع تاني حضرتك في 0.85 و 0.75. كل دي فايف دي لو وول وبوينت 75 دي لو نان سيمتري واثنين لو اثنين انجل. يبقى الاير ابروكسيمت للانجل الواحده هتبقى عباره عن ايه؟ الديزاين بوست بتاعتي على الاقل ستريس. بس الاير اللي طلع لي لما اقسم الديزاين بوست على الاقل ستريس المفروض يكون الاير انجل وانا ما اعرفش لسه دي الدنيا كام. هختار جدلا ان دي الدنيا تساوي 85% من الجروب تاني عشان كده احنا بنقول على ايه؟ كل دي الفرق. وافترض الافكت الدنيا 85% من الجروب تاني فرقت كمان على ايه؟ كل دي الفرق. يعني معناها ان انا لو عندي مسامير احسن على كل دي الفرق. لو وان عندي احسن على كل دي الفرق. لو مفيش مش احسن على كله. يعني لو انا عندي انتقال بتاعي اثنين عندي فاكت بتاعي ودد يبقى مفيش لا كل دي فايف ولا ايه؟ كل دي فايف لان ايه؟ الجروب صح؟ لان اثنين عايز باك تو باك ما عملناش سيماتيك ما عملناش سيماتيك ومفيش مسامير ولد وبالتالي مفيش ده هي راس معايا راس عادي وبالتالي مش محتاج كل دي فايف ولا ايه؟ كل دي فايف. الاثنين دي عشان هم لو هم اثنين عايز فانا بطلع صح كده ولا اكتر يعني. لكن لو عندي واحده خلاص يلا طبعا مش عارف الزاويه زي ما هي. انا عايز اجيب مساحه تقريبا صح؟ اللي فوق ازاي فوق ازاي فوق على ايه الافكتيف نت؟ احنا قلنا ان الاكشن ستريس عباره عن الفورس اللي عندي على المساحه الافكتيف نت صح؟ الاكشن ستريس دي المفروض تكون اقل من الاول ستريس صح كده؟ تقريبا الاي افكتيف نت دي هتبقى بتساوي ايه؟ لازم تكون اكبر من الديزاين فورس عشان ما اعرفش عليه خالص. بس انا ما اعرفش ايه افكتيف فانا عايز احول الاي افكتيف دي للجروس ايه اللي هيبقى من الجدول؟ الجدول معلوم ايه افكتيف؟ الجدول اللي معاك ممكن تتكلم على الجروس بتاعت القاع. هو انا ما اعرفش ان احط اي واحده ولا احط مسمار ولا مش هحط ايه؟ فبتديك زاويه كامله. فانا بحاول احول تقريبا الاريا افكتيف للاريا جروس. عملت ازاي بقى؟ بقفل على بوينت ايه فايف عشان اخد باعتباري مساحه الاطراف بتاعت التصريف. لو في وبقسم على كل سيرفر فايف عشان اخد فاكتوريال جزء ركب الدوله المقادير لو هي ايه؟ سنجل انجل تمام؟ والاثنين دي لو هما اثنين انجلز انا عايز اطلع منها سيرفر واحده لان الجدول دي بتاعها سيرفر واحده صح كده؟ بعد ما طلعت الخطوه دي بقى عندي ثلاث حاجات بلعب فيهم. عندي مساحه الزاويه اللي انا محتاجها تقريبا وعندي ركب الزاويه اللي انا ما اقدرش الا عنها. هعمل ايه بقى؟ اختار سيكشن من الاثنين. يحقق ايه بقى؟ يحقق الايه؟ يحقق الايه اللي انا جبتهم قبل كده. تمام؟ اتفضل. ها؟ مش هما دولتين؟ ما هو الاختيار ستة واتنين صح؟ يعني المساحة اللي طالعة دي 200 مقسم على اتنين هتبقى مساحة 6 واتنين. مظبوط؟ انت عايز تطلعي مساحه الزاويه الواحده
زاويتين جنب بعض، يعني لعيب ضد الباب والباب برضه بحط زاويتين جنب بعض عشان يبقى قطاع سمتري. المؤثر الطول لازم الدوب جول والدوب جول يكون قطاع سمتري، عايزين نعمل سيكشن في الجول. هو الفيرتيكال والجاب لا مش مهم، ممكن الباب الراجع يكون نصر، لكن الجول الدوب والدوب لازم يكون سمتري. Thank you.
هو أهل المجال بقى هيعدي عليها السنة كلها. فلو احنا محتاجين تصوير كده في المنبر يبقى فيه مشاكل، يعني ما عملوش حاجة. مش خالص. يعني كل مطلوب منكم تعرفوا ايه اللي على الأقل يتنفع 300 ينقص فيه أكتر من 3 مانبر ويبقى لها الأستاذ كل شوية يقول لك مين وبرضه هم دول أو إيه دول؟ ده الغلط. صح؟ طيب نحل بقى السؤال اللي طلع عليك بقى اللي بيقول ده. أنا جيت معاك حل سهل تاني، حل سهل. لكن لو أنتوا عايزين تخلوا سهل بعدين مفيش مشكلة. أنا حل سهل سهل تاني كان بيقول إيه؟
زيرو تمام زيرو.
الاداره المفروض تجمع 1.4 و1.2 في الارقام من 6 طن على المتر المربع، يبقى القاعده فين؟ دكتور هو احنا التشيك ده بتاع الاي ناقص دي اكبر من 3 دي اللي هي اكبر منها بتساوي 3 دي ده احنا استفدنا بيه في ايه؟ انا قصدي ان حضرتك ما طلعتش مثلا كنت في دي اكبر Hey, you're ready.
أكبر من أو يساوي 350 على كل طول من 300. 85 إيه؟ 85 5 و 8 و 10 ناقصين لازم تكون أكبر من 3 كان بتاع المسمار يعني أكبر من 4 و 8 و 10 سم المسمار اللي عندنا في الفتره دي يبقى الفتحه اكبر من ايه؟
طلع ب 46%. 6.48% سنتيمتر واحد. هي منين؟ هتبقى بالتالي المسافة اللي بقى دي هتبقى 8.1 في 49 تبقى 27 سبعة 2.9 29 سنتيمتر واحد. يا ريت نعود ان الوقت يتحط مكان مساحه مكانها ايه؟ سنتيمتر مربع. سنتيمتر مربع بس مكانها ايه؟ طن على سنتيمتر مربع فوق مكانها طن. يبتدي نعود ان الوقت يتحط جنب عشان بعد كده بعد شويه نعمل طن. يبقى اذا اللي هي الحته بتاعتي اللي هي مثال هي واحد اللي هي سته و48% زائد هي اثنين اللي هي سبعه و29% في 3 هي 1 على 3 هي 1 زائد هي 2 يطلع كام بقى؟ المسألة العادية دي ممكن باشمهندس يفضل يسلمني باشمهندس ينجح يفضل مني
الشخص ده بيوصل ايه، ولو ما وضحش النقط بتاعته كمان ممكن واحد ياخد ولا عنده واحد ياخد ولا عنده مستشفين واحد ياخد ولا عنده اثنين عين وثلاثه بس الفرايد هنا ايه واسع شويه، وكل ما الفرايد بيسعد كل ما انا عرفت التصحيح صح ممكن يعني. فساعات بيجي كده وساعات بيجي كده. السنه اللي فاتت اهو الامتحان اللي جاي ده هل في مشكله في المساله دي؟ ازاي بقى لما اجي اصحح امتحان اخر السنه ماليش دفعه كلها جايه من امتحان السنه صح؟ مساله زي كده يعني ايه المشكله يعني؟ في افكار دي؟ بص عليك قلت لي لو قلت لي تشيك زاويه 100 مع 10 عامل ايه بقى؟ بقول لك اعمل تشيك تجيب الماكسيموم سترينث بتاع زاويه 110 هتعمل تشيك على الفوت سوليوشن وزراعه سوليوشن طلع عليه كده لو تجيبها تاني مرة
لو في ثلاثة أو أربعة خمسة مش عارفين إيه مع بعض. وبعد كده هاجي للكمين دول الكمين بتعلم السكشن حاجة بقى من شوية وأنا عندي كمين في المنظر ده وعندي كمين الكمين هتاخد ليه ستة حالات تحليل. حالة تحليل إن هنا في الفيرتيكال نورمال ماكسيمم وهنا مين؟ وبعدين حالة تانية العكس وبعدين حالة تالتة إن يبقى في ده نشاط في الاتجاه ده وده الإكس ماكس وده الإكس مين ماشي؟ وحالة العكس يعني تكون الناحية التانية. وبعدين زي ما قلت بالظبط يعني يبقى الماكسيموم الناحية التانية. هشوف دلوقتي معاكم حاجة في خمس دقايق يعني ايه ماكسيموم ولا ايه مينيموم؟ الماكسيموم ودي مينيموم والحالات بتاعته الثانية اللي هي ايه؟ اف ماكسيموم اف مينيموم والعكس بتاعته. ايه بقى ماكسيموم مينيموم؟ انا لو بقى عندي وش في المنظر ده مش هيبقى اهو وقال لك ايه؟ من غير ما يبقى
قيمة للفورس تنشن واقصى قيمة للفورس كومبريشن في هذا المنهج. تعالى نطبق بقى اللي كنا بنقول ده واحدة واحدة. هنطبق بقى المنهج. عايزين نطلع الاول اقصى قيمة للفورس تنشن في نقطة واحدة. بصوا مع بعض كده. عايز اقصى قيمة ايه؟ للتنشن فورس. الاثنين دول. اعتبره موجود ولا ما اعتبروش موجود؟ ها؟ موجود غصب عني. يبقى الاثنين دول لازم اعمل. عايز اقصى قيمة الفورس تاني. اعتبر اني لا يكون موجود ولا الاثنين ولا مش خالص. ها؟ ما احنا اتفقنا ممكن يبقى واحد ممكن الاثنين مع بعض ممكن الثلاثة لان كل واحد ضد واحد. ها؟ اخد ايه؟ انا عايز الماكس فورتيشن. ايه اللي هيزودني؟ مش كده؟ يبقى اخد معايا لازم واحد. طب الاثنين انا عايز الماكس فورتيشن. اخد الاثنين واقف عند الشمال ولا واقف عند اليمين؟ عند الشمال. دول اللي بنسميهم الاثنين دول. يبقى ده مين دول؟ ده مين دول؟ ده الفيرتيكال بتاعه مين دول؟ لكن الهوريزونتال سكن اليوم والويل سكن اليوم. يبقى في الاول خالص بجمع المين لوب في الاول. هل في مين لوب موجود؟ هل ينفع الويل يبقى شمال ويمين في نفس الوقت؟ ما ينفعش كده؟ لان العقل الويل يا ماكسيموم شمال يا ماكسيموم ايه؟ يمين. بمعنى لو بالصدفه دي كانت زائد 10 مش ناقص 10 كنت هعمل ايه؟ كنت اخد الوينش شمال ويمين ولا اخد شمال بس ولا يمين بس؟ اخد يمين بس يمين بس من زائد 10 اكتر من زائد ايه؟ 8 صح كده؟ طيب لو كان الواي دول ده زائد 8 تعمل ايه؟ هجمعهم الاثنين اخد واي دول واحد واخد كمان ايه؟ واي دول اثنين اثنين مع بعض. احسب المين دول بتاعي. المين دول بتاعي يساوي 10 زائد 12 زائد 8 يساوي 30 طن. ابص على السكن اليوم ايه السكن اليوم اللي عندي دي؟ الهوريزونت بتاع الوينش و الوينش. هل في سكن اليوم بيديني بوست فاليو ولا مفيش؟ في لو حطيت ده اخد ايه؟ خلينا في الوينش الاول اخد وين لاف ولا وين رايت؟ لاف لاف عشان سبعة طبعا. طيب ولو حبيت اخد لاترال شوك اخد انهي لاترال شوك؟ ها؟ اولا الواحد ولا الاثنين؟ مين الاكبر؟ الاثنين بس انت هتاخدها؟ لا ليه؟ لان انا سمعت الفيرمينال اللي موجود فين؟ الشمال. يبقى مضطر ان انا لو حبيت اخد الهوريزونتال اخد الهوريزونتال اللي ناحيه الشمال بره. لان العجله موجوده دلوقتي فين؟ على العمود الشمال. وبالتالي اللاتر شوك ده هو العجل اللي موجود على الشمال. يبقى لو حطيت لاتر هتاخد ايه؟ الزاحم واحد دي. يبقى السكند لود بتاعي يبقى بيساوي زائد 7 زائد 1 يساوي زائد 8. السؤال بقى هل السكند لود يمثل اكتر من 20% من المين لود ولا لا؟ لو يمثل اكتر من 20% من المين لود اجمعه ويبقى الديزاين فورس بتاعتي اسلوب. لو يمثل اقل من 20% من المين لود ما تدوش واسيب المين لود بس واحط كيس 1. ايه؟ يمثل 20% من 30 بكام؟ 6 والسكند لود كام؟ 8. يبقى الديزاين فورس بتاعتي هنا زائد 38 كيس 2. ايه ال 20% دي يا ابني؟ جبت ايه ال 20%؟ الزيادة في الألابوسنس هي عبارة عن إيه؟ لو الفورس دي أكتر من 20% من دي يبقى الكيس 2 الإفكت بتاعها هيبقى أعلى من زيادة الألابوسنس 20%. مش أنا الكيس 2 اللي بقول الألابوسنس 20%؟ طب وبالتالي لو زيادة الأحمال أكتر من 20% يبقى الكيس 2 هو اللي جرب الديزاين. لأن الفورس الأكشن هتزيد أكتر من 20% الألابوسنس هتزيد كام؟ 20% بس. وبالتالي هنا كده. اما لو زياده الفورس دي اقل من 20% يبقى زياده الفورس اقل من 20% هتبقى اقل من زياده الالارم ستريس وبالتالي مش هتبقى كده. يبقى كده بتاعتي نعمل ايه؟
مليون بس. واضح ليه؟ لو انا عندي ديزاين كورس 10 طن كسور والالات ما تستناش 1.4، لو انا خليت الالات الديزاين كورس 11 طن يعني خليتها 10% بس، الالات والسيستم بتيجي 20% 1.2، يبقى البنت التركيز بتاعي لما اصمم دي ودي مين فيهم؟ الاثنين دول، لان الاثنين دول 10 طن قدامه الالات والسيستم 1.4. السكند اللور 11 طن اللي هو 10%، لكن الالات والسيستم كام؟ 20%. فمين فيهم اللي هتبقى كريتيكال الاكثر؟ الحاله الاولانيه اللي هي الميني دور مع الوطن دور. اما لو الزياده في الديزاين كورس اكثر من 20% بقت الحاله الكريتيكال بتاعتي ايه؟ السكند. يعني لو كانت الفورس بقت 15 طن، لا يبقى 15 طن مع الوطن دور الوطن دور اللي هي 20% بقت كريتيكال اكثر. يعني لكن المعادله بتاعتي عباره عن اكشوال ستريس مقابل الاور ستريس. الاف اكشن اقل من او يساوي الاف الاف. الاف اكشن دي كانت ديزاين كورس والاف الاف دي بوينت 5 ايه؟ اف مين في 1.2 لو في ستوري. فاللي بقول لو الديزاين كورس قيمتها زادت عن 20% بقت الحل ايه كريتيك؟ لان السكند افكت بتاع ديزاين كورس اكتر من 20% يبقى الكورس دي بقت اسمه بس زادت اكتر من 20% بقت كريتيكال عن الكيس 1. صح؟ تخيلين ولا بمتنكس؟ طيب عندي ساحه زاويه 10 سم والديزاين كورس يساوي 10 سم والالارم ستريس معلش هنغير شويه يساوي 1 طن على سنتيمتر مربع ننسى الوقت من كل ده وكده؟ في الحاله دي كريتيكال في حاله واحده. لو انا عندي السكند افكت اكس 1 السكند افكت كان ديزاين كورس يساوي 11 طن اكس 2 المساحه هي ايه؟ 10 سنتيمتر مربع بس الالار والسكند بتاعي يساوي 1.2 طن على سنتيمتر مربع اللي هي الرقم كام؟ 20%. ممكن نحسب دي 10 على 10 يعني الاكشن ستريس هنا بكام؟ 1 طن على سنتيمتر مربع يساوي الالار والسكند بالظبط. صح كده؟ لكن الحاله دي الاف اكشن بتساوي كام؟ 11 على 10 يعني 1.1 طن على سنتيمتر مربع. اقل بكتير من 1.2 طن على سنتيمتر مربع. يعني الزياده في الالار ستريس 20% ما قدمتهاش زياده في اللود لان اللود ده 10% بس. يبقى ساعتها انا بصمم دي كريتيكال ولا دي؟ اللي فوق ليه؟ لان الفورس هنا زادت اقل من 20% في حين ان الالار ستريس زادت 20%. فبقت الحاجه دي ما هياش ايه؟ كده. اما لو الديزاين كورس هنا كانت 13 يعني زادت 30% بس يا جماعه دي 13 دي بقى 1.3 بقت اكتر من 1.2 اقطاع ايه؟ انصيف لان الفورس زادت اكتر من 20%. اما الالار ستريس فزادت بتاعتها ايه؟ 20% بس. اثنين كيس 2 الالار ستريس بتاعي بيزيد 20% ساعه التكون. لو الفورس كيس 2 الالارم ستريس بيزيد 20%. يبقى انا عشان احمل الفورس كيس 2 يبقى لازم الفورس نفسها تكون زيادتها اكتر من 20% من المليون عشان تبقى هي دي حاله كريتيكال. الفورس زادت اكتر من الزياده بتاعت الالارم ستريس بتاعت كيس 2. واضح كده؟ يبقى انا بحسب المليون بحسب السكند مليون بشوف السكند مليون اكتر ولا اقل من المليون. تمام كده؟ 20% منه لو اكثر من 20% اخده ويبقى اللود بتاعي كيس 2، لو اقل من 20% اهمله واخد بس ال 100 لود ويبقى الديزاين كورس بتاعتي ايه؟ 100 لود بس كيس 1. تعالى نطبق كذا مره عشان ايه؟ نمشي الدنيا شويه. عايزين نجيب الماكسيمم نيجاتيف ماكسيمم نيجاتيف ديزاين كورس. اعمل ايه؟ ها؟ في ها؟ ديد لود. هو ايه السؤال بس يا دكتور؟ حضرتك سالت ايه بس؟ عايز اجيب الماكسيموم نيجاتيف ديزاين كورس. يعني كده حسبت الماكسيموم بوست ديزاين كورس ممبر ده طلعت 38 طن كيس 2. طيب لازم اخد الديت برضه. عايز اجيب الماكسيموم نيجاتيف ديزاين كورس. اعمل ايه؟ ها؟ واحدة واحدة، نبتدي واحدة واحدة. الديت برو، اخده ولا ما اخدوش؟ ها؟ بس لازم يتاخد. لازم. بص. هو سامي بس هو مفروض غصب عنه كده. يبقى انا الميني لود بتاعي
زائد 10 ماشي لايف اوكي ناقص 8 ناخد ايه؟ زائد 8 يبقى ناقص 8 البي ناقص 10 ناقص 10 يبقى الديزاين كورس ناقص 8 طبعا مين دول؟ ساكن بقى مثلا ما خدتهوش خلاص حتى لو مش معدي ال 20% ما انا بقى اهو ماشي لو جت له مش معدي 20% وانت حطيت في اسلوب غصب عنك هتزود الاداء بس 20% ما انا قصدي بتاعك ايه؟ ما تاخدوش تمام انا قصدي بقى ان حضرتك تاخده من غير ما تزود الاداء والاستريس لا الكود مش كده الكود واضح لو انت خدت ديزاين فورس فيها سكند ديلوز تزود الاداء بس 20% ده المصري تمام ده اول حاجه اقولها لان اقصى قيمه للفورس الكومبريشن
مع شوية نور. الليل دول بطل عن موجود. اللايت دول ممكن يبقى موجود وبقاش موجود. ممكن اجمعهم زي ما انا عايز. الاثنين الفيرتيكال او الهوريزونتال ممكن يبقوا موجودين وممكن لا. بس اختار يا الاثنين الفيرتيكال على الشمال يا على اليمين. والهوريزونتال عشان اخده لازم الفيرتيكال يبقى موجود. الويند برضه اختار يا شمال يا يمين يا مفيش خالص. شوية دروس بسيطة جدا اقدر اطلع منها قيادة الماكسيموم ديزاين تول. عشان اعمل كده لازم من الاول اكون حسبت كل جسم منهم وطلعت الديزاين بوست بتاع ايه؟ كل جسم تمام؟ بالنسبة للفريم بقى مش معايا وقت كتير من كده اكتر من كده بالنسبة للفريم الفريم بيستغل الاكشن اللي عندنا في المومنت ونورمال وشيل. هنهي الشيل دلوقتي وهنتعامل مع المومنت والنورمال. يبقى الفريم بقى ده مومنت وده نورمال. أفضل ده ناقص 15 ناقص 20 زائد 2 ناقص 8 زائد 1 ناقص 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 هطلع الاول الماكسيمم بوست مومنت. يعني اهل الوجود اللي هو خالص وافترض ان عندي مومنت بس اعمل اللي عملته من شويه طلعت ايه؟ الماكسيمم بوست مومنت. بعد ما اطلع الماكسيمم بوست مومنت عايز اشوف النورمال بوست الكورسبوندنج معاه. يعني ايه كورسبوندنج معاه؟ يعني نفس حالات التحليل اللي انا خدتها هنا في الماكسيمم بوست مومنت اخدها بغض النظر هي زائد او ناقص او اي حاجه عايز اعرف النورمال فورس زميلها كام لما كان المومنت تركه كده. بمعنى الحاله اللي فاتت دي انا عايز اطلع الماكسيموم فورس مومنت كان طلع كام حد فاكر؟ كم؟ 30. فجاي ايه 30؟ فجاي ايه 30؟ 10 دول واللايف دول واللايف دول صح كده؟ يبقى الكورسبوندنج نورمال في الحاله دي كام؟ نجمع الارقام بتاعت ال 15 بالنيجاتيف وال 20 بالنيجاتيف والاثنين بالبوست يبقى ناقص 15 ناقص 20 ناقص 35 زائد 2 يبقى كام؟ يبقى ناقص 33. يبقى انا هنا عندي الماكسيموم مومنت البوست زائد 30 والكورسبوندنج ناقص 33 طن بس ده مومنت ميتر طن مظبوط كده؟ يبقى الاول خالص احسب الماكسيموم بوست مومنت واشوف الكورسبوندنج نورمال بتاعه كام؟ القبل كل مومنت والقبل كل مومنت يبقى جبت الماكسيموم بوست مومنت وحسبت الكورسبوندنج نورمال بتاعه ايه؟ بكام؟ بعد ما تخلص الماكسيموم بوست مومنت تعمل ايه؟ احسب الماكسيموم نيجاتيف مومنت هيطلع كام؟ هيطلع كام؟ 10 كده؟ كان جاي من ايه؟ حد فاكر؟ الاثنين دول صح؟ والاثنين واليو دي صح كده؟ يبقى هجمعهم زي ما هم دي ودي ودي والاثنين دول صح كده؟ الاثنين دول ودي صح كده؟ طيب يطلع كام؟ يطلع كام بقى؟ 15% وال 12 في الفصل ده ناقص 3 بصفر ناقص 15 ناقص ايه؟ 15 فرق. احط لها كيسه؟ احط جنبها كيسه؟ لا ليه؟ لانها هتتبع كيسه فوقي مش ده كورسبوندنج. يعني لو الماكسيموم مومنت كيس 1 يبقى كورسبوندنج ايه؟ كيس 1. لو الماكسيموم مومنت كيس 2 يبقى كورسبوندنج ايه؟ كيس 2. تمام؟ بعد ما خلصت الكلام ده انا جبت الماكسيمم مومنت والنورمال مقابل مين؟ بوست مومنت. اعمل ايه بقى؟ اجيب الماكسيمم بوست نورمال والكورسبوندنج مومنت بتاعي والماكسيمم نيجاتيف نورمال والكورسبوندنج ايه؟ مومنت بتاعي. لما يكون عندي فريم هتبقى اصعب شويه بدل ما هي ماكسيمم بوست ونيجاتيف بس بقى عندي ماكسيمم بوست ونيجاتيف مومنت وماكسيمم بوست ونيجاتيف نورمال وكورسبوندنج مومنت لكل واحد فيهم او كورسبوندنج نورمال ليه؟ للثاني. يبقى هجيب ارقام كتير شويه هجيب حوالي 8 ارقام تمام كده؟ فالدنيا ايه؟ اصعب شويه بس هي حاجه واحده بس يعني هي نفس المشكله. واحد فيهم مشتغل على الثاني طلع لي الماكس بوستيف وكورسبوندنج ثاني
ماكس النيجاتيف والكورسبوندنج النيجاتيف. وبعدين هجيب الماكسيم بوستر نورمال والكورسبوندنج نورمال. ماكسيم نيجاتيف نورمال والكورسبوندنج نورمال. تمام كده؟ الحاجات دي هتفهموها اكتر لما تطبقها كتير. لكن لو في اي سؤال تحت الموضوع. دكتور هو احنا بس لو مش هناخد السكند ريلود مثلا ما كانش معدي ال 20% وانا بجيب الماكسيمم بوست ممكن وانا بقى بجيب الكورسبوندنج الكورسبوندنج هم بعين اللي خدته في الماكسيمم كله في الكورسبوندنج حتى بما فيها السكند ريلود كله اشاره ايه مش اشاره ايه الكورسبوندنج مش كله اللي انت خدته في الاولانيه خده الثاني يعني ايه كورسبوندنج يا جماعه؟ يعني لما كان المودل ب 30 باراميتر طبعا بقى ميتر طبعا لما كان المومنت ب 30 ميتر طن كانت حالة التحكيم المقولة ايه؟ حد يقول لي؟ النورمال كان عندي دي لود وكان عندي اللايف لود شمال مني طب ساعتها لما كان في دي لود ولايف لود يمين وشمال النورمال كان بكام؟ صح؟ ملهاش علاقة لأن هي مجرد حالة تحكيم لما جبت البورس دي كانت حالة التحكيم المقولة ايه؟ فالكورسبوندنج معناها انك تبطل مواليدك وتاخد اللي تحتيه على طول. بغض النظر مشكلتها ايه؟ اتجاهها ايه؟ نوعها ايه؟ اصل بس ان احنا اصلا يا دكتور لو هي ما كانتش معديه ال 20% خلاص؟ يعني احنا اصلا كده كده ما كناش هناخد السكند ريلود هنا. اه احنا مش هناخده برضه. ما خدوش برضه في الكورسبوندنج. الكورسبوندنج مطلوب في حاجه ليه؟ لان هو كورسبوندنج معناها نفس حاجه التحليل. لو انت احترقت الويل مش مؤثر في الحاله بتاعتك دي في الليل لود يبقى برضه مش هيبقى مؤثر في النورمال يعني لو بتجيبه في النورمال بتجيب الكورسبوند بتاعه في النورمال. السؤال بتاعك ده ايه؟ هو ليه لسه سؤال بس مش عارف يعني يعملوا ايه؟ هو الكورسبوند ده مش معناه ان ده اقصى حدود النورمال. يعني لما عملت كده انا ما جبتش اقصى حدود النورمال، انا جبت اقصى حدود النورمال والنورمال اللي معاك. بس ده مش اقصى حدود النورمال، ما تقلقش لان انا بعد شويه هعمل ايه؟ هجيب اقصى حدود النورمال والنورمال اللي معاك. ان انا كده حاولت على حاجه من كل ناحيه، جبت اقصى حدود النورمال بوزيتيف ونيجاتيف والكورسبوندنج نورمال، جبت اقصى حدود النورمال بوزيتيف ونيجاتيف والكورسبوندنج ايه؟ نورمال في الاخر. اما نيجي نصمم بقى نشوف نصمم ازاي. احنا حاليا بنركز اكتر في التنشن والكومبريشن، خط واحد الدنيا اسهل شويه، ماكسيمم بوزيتيف ونيجاتيف. دكتور لما انا هحسب المومنت دلوقتي في الماكسيمم بوزيتيف تمام؟ وهشوف السكندري عدى ال 20% او لا؟ بالظبط. لو طلعت كيس 2 على طول تلقائي النورمال اللي هو الكورسبوندنج لازم يطلع كيس 2 معاك؟ اه لان انت لو يطلع كيس 2 في الماكسيموم مومنت معناها هتاخد سكند اللوز معاك. لما تيجي تجمع الكورسبوندنج هتاخد نفس السكند اللوز معاك. كلمه النورمال معاك وبالتالي ايه؟ لما تبقى يبقى اذا الكورسبوندنج الكيس بتاعته هي نفس الكيس بتاعت الاساس. لان انت بتنقل هنا وبتختار نفس الكيس اللي موجوده اللي خدتها قبل كده. وبالتالي لو كيس 1 هيبقى كيس 1، لو كيس 2 هيبقى ايه؟ كيس 2 زي ما هو. حلو قوي السؤال ده جدا، الباشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندنا مدربين. طب ما انا اجيب الماكسيموم نورمال دي؟ واجيب الماكسيموم نورمال واخد الماكسيموم والماكسيموم واصمم وخلاص. كده؟ ولا صح الاول ده؟ كان صح كنا عملناه. مش صح ليه بقى؟ لان ممكن انت الماكسيموم نورمال ما يبقى في حالات تحليلي مش هي نفسها حالات تحليلي ماكسيموم نورمال. طب هل دول هيحصلوا مع بعض في نفس الوقت؟ لا. يبقى انت بتصمم على حاله واقعيه هي سلك لانك واخد اقصى حدود النورمال واقصى حدود النورمال فده اكيد سلك اكتر. لكن الحاله الواقعيه مش هتحصل. مش هتحصل ليه؟ لان الحاله بتاعت الماكسيموم نورمال مثلا كان فيها وين، اما حاله الماكسيموم نورمال ما فيهاش وين فالاثنين دول مش هيحصلوا مع بعض. فانت بتصمم على حاله البنتر مش هيشوفها عمرك. لكن هو مش في حاله تحليل وقت البنتر بيحس بحاله تحليل. يعني ما ينفعش تقول ان المومنت الماكسيموم جاي من اللايف لود شمال والنورمال الماكسيموم جاي من اللايف لود يمين. طب هو الطبيعه الوقت ده احنا واقفين فيه دلوقتي اللايف لود شمال ولا يمين؟ بس الاختيار مش هيبقى شمال ويمين في نفس الوقت ولا كلهم. فاهمني؟ وبالتالي حد يعرف ماكسيموم نورمال وماكسيموم نورمال مع بعض ممكن سيف سيف سايد. بس الحاله دي غلط. غلط ليه؟ يعني مش هيحصل الاثنين دول مع بعض. لو هتحصل هتبلغ في الكورسبوند وانت بتحسب الكورسبوند نورمال هتلاقي قيمتها بتساوي ايه نفسها قيمة الماكسيموم نورمال. يبقى ساعتها ناجح يبقى حصل في الصدفه. تمام؟ احنا اللي انت بتقول ده وارد احنا هنعمله عشان نستسلم نجيب ماكسيموم نورمال ونجيب ماكسيموم نورمال وناخد الماكسيموم نورمال بتاع الماكسيموم نورمال.
هنعمل ديزاين. طب احنا على ايه؟ هنعمل ديزاين على ايه؟ هنعمل ايه؟ Gracias.